عودة إلى متابعة عالم الصباح لليوم الأربعاء 22 أيار 2013. وقفتنا هلأ مع الشيف شادي لشوف وين صار مع الفولوفان. هي صباح من جديد وشفتوني كمان قبل كيف عم حضر هل عجينة الألف ورقة أو الباف بيستري وعم حطها كمان بالفرن عادي، بتقطعوها مبرومة عادي وبتحطوها بالفرن. بس الحلو انه اذا بنطلع فيها هيدي العجينه بنلاقيها عن جد الف ورقه وحده فوق الثانيه. طيب اول شيء بس تطلع بتبين انه هي عندها ثقب بالنص، هذا الثقب نحن بنعمله بس نقطعها. شو بدنا نعمل؟ بس بنشيل هالطبقه الصغيره تصير هالشابو يعني تبعيتها، طلعوا كيف؟ هيدي الشابو طلعت لبرا، وهالشابو وين بنحطها؟ على جنب تنرجع نسكر فيها هالفول اوفون بس نحن نحشيها. هيدي أول شغلة. نحن يومين أو حتى مرتين ثلاث مرات الشيف شادي حضر عجينة الباف بيستري الكذابة اللي حضرناها مع الطحين مع الزبدة مع الحليب مع شوية بيكنج باودر بقلبها وشوية ملح. هيدي فينا نستعملها نعمل منها هالفول اوفون، بس بشرط بدنا نمد كل بدنا نمد أكثر من خمس شقف من العجين وحدة فوق الثانية ونحط بيناتهم غبارة النشا أو النشا مثل ما عملنا مرة بعجينة البقلاوة، وإلا بنشتري الباف بيستري. بسرعة فائقة نحضر الصوص. أنا رح أعمل صوص اليوم بالدجاج وبالفطر، أنتم فيكم تعملوها بالسمك وبالفطر، فيكم تعملوا من أي نوع من اللحومات، أي نوع من الجومبون، أي نوع من اللحومات المعلبة أو اللحومات كمان يلي هي سموكت المدخنة اللي بدكم اياه. الطريقة هي باردون تكون أكثر صحية، بنستعمل زيت الزيتون ومش الزبدة، وبنروح على موضوع البشاميل. أنا عندي الزيت، فوق الزيت شو بعمل؟ حوالي الملعقتين من الزيت بحط عليهم ثلاث ملاعق من الطحين، بيجي ببلش أنا أحرك، طلعوا، بعمل الرو. أوكي؟ وهلا بعدين الوصفة بنشوفها، بس نرجع لعند الشيف شادي على الساعة 12:24 دقيقة، لأنه بدنا نعمل ونكفي الوصفة مع الريزوتو بعدين. بس هلا خلينا نركز كلنا سوا على موضوع البشاميل بمرقة الدجاج. ليكوا شو صار؟ طحين يا شيف شادي مع زيت الزيتون. شو بنعمل هلا؟ من بعد ما نحط طحين مع زيت الزيتون بنروح على مرقة الدجاج. أنا عندي هون ثلاث سفاين دجاج عم يغلوا، مشان بعد شوي صغير نقطعهم ونحطهم وبصير عنا شو؟ الصلصة طبعا الدجاج مع الفطر يلي بدنا نحشي فيها الفول اوفون. لكن زيت وطحين مرقة الدجاج، اطلعوا شو عم بيصير معي، كريم فريش، طلعوا شو حلوة هيك، وشوفوا كمان شو هينة، مش كتير صعبة ابدا. منحرك، اذا منلاحظ عنا مشكلة ممكن تعمل معنا هالكريات الصغار، بننتقل وبنجي بنخلط اوكي بهالفوي. طلعوا كيف عم تصير عندي، صار عندي اياها كراميل، صار عندي اياها كريم. ما تعلق علي يا جوزيف، يلا ليكوا شو حلوه هون. برجع كمان بزيد حتى تصير عندي هالكريم الحلوه، وبزيد عليها حوالي ثلاث ملاعق من الكريم فريش. بنحرك، بنزيد المشروم اللي عندنا شوي صغيره مقطعين وشوي صغيره مش مقطعين. وهلا بدي اشيل سفين الدجاج من مرقه الدجاج، وشو بدنا نعمل؟ بدنا نقطعهم ونزيدهم ونزيد ملح وفلفل وجوز الطيب، وبيصير عندي الصلصه جاهزه لاي نوع من الباستا، لاي نوع من النودلز، لاي نوع من الاطباق، او لاي نوع من الباف بيستري او الفول اوفون يا جوزيف. وبنرجع لعندك غيدا. جوزيف كثير عجبتني قصه الباف باستري الكذابه، الباف بيستري يعني الكذابه كثير حسيتها بتشبه، هيدي من كاركتيري. نرجع نحن وياكم مع سينما ومع غيدا وضيفه طارق دجاني مدير ليك اكسبرس، رح نحكي اكثر عن مارفل اكزيبيشن. بتخيل هذا الموضوع، يعني هذا اللي قريته قدامي. هلا اكثر غيدا بتشرح لنا بسينما. صباح الخير جوزيف. صباح الخير. صباح الخير طارق. صباح الخير. صحة، شفت قد بدريتك تحكيه وتعمل له حش تبرش وراي وقف برشات. لا قلي ولا برش ولا طبخ. نزل برش بالعالم وبرش بالجزء.
هذا برشته لجوزيف نازل تبرش وراي ونازل خلط خلط. انا ماسك عليه شغله اليوم مش قادر يحكي ولا كلمه هيك عم يلمح. ما هيك بقولة. كل الاحوال هو قد ما بضيع بين غيده وغاده ورولا بضل بضيع بالاسامي بقول له ما في مجال بس تكون يكون جوزيف ما في مجال الا ما فيك ساعتها ما تغلط اكيد باسامينا جوزيف اكيد بحيي كل المشاهدين انه اليوم معنا ضيف صديق عزيز لانه عنده كمان هيك قواسم مشتركه كثيره هو حبه للسينما وعشقه لشخصيات خارقه سينمائيه من زمان من هو صغير وهو المهندس المعماري طارق دجاني صاحب شركه كلير تاج ومؤخرا كمان من فتره كمان افتتح محل جيك اكسبريس اللي مثل ما اسمه بيقول فعلا بيعبر وهالمحل هو بشارع الخوري. المهندس طارق معنا اليوم صباح الخير طارق. صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. هلا جيك هي بتعبر عن كثير اشياء نحن اليوم رح نركز بالتحديد عن حبك وعشقك للسينما وتجميعك لكولكتبلز وابرزهم هلا مارفل اللي عملت لهم اكزيبيشن مؤخرا وايرون مان 3 اللي عم يحصد جوائز كثير كبيره هلا اكيد واكيد مراتب عاليه جدا بالبوكس اوفيس صار مسجل فوق ال 75 مليون دولار تقريبا على البوكس اوفيس الامريكي. قبل ما اكون معك طارق ونحكي عن ايرون مان بدي احكي كمان عن نشاط صار مؤخرا بالسفاره الهنديه اللي كمان عندها بوليوود، بوليوود العزيزه جدا كمان على قلبي مش بس هوليوود واللي هي من انشط الصناعات السينمائيه بالعالم واكيد بوليوود هلا عم تحتفل بمئويتها وهالسنة حبت السفارة الهندية تعمل سكرينينج لها بفيلم اسمه فير زارا فيلم بيطير العقل فعلا عن جد من أجمل الأفلام اللي شفتها بحياتي 3 إيديتس كمان بال 2008 عرضته كانت السفارة الهندية هالمرة فير زارا 2004 خلينا نشوف النشاط وأيضا حديث صغير مع معالي السفير الهندي نشوف الروبورتاج وبنرجع منتابع. चल हट परे मैं क्यों हटूं क्यों बे मेरी बोटी तेरी पहन लग गई जो दिन आज सारा रास्ता बैठूंगा चल हट परे वरना किसी तोड़ देगा सर आगे मैं तो बस इसी में आगे अरे थैंक यू आप छोले खाएंगे वैसे मैं स्क्वाड्रन लीडर वी प्रताप सिंह I'm Zara. We have been Zara doing Haya. Some of these events like showing documentaries on India. We have documentaries sent by the Foreign Office, the Ministry of External Affairs in Delhi, and we have picked up some of their themes and shown them to local audiences. We've also shown some very popular Bollywood movies with good social themes and social messages. Last year we showed two movies, Jodha Akbar, which has beautiful photography about royalty in India and the royal practices, the Maharajas at the time of Akbar. And then we also showed another movie with a very powerful social message, Munna Bhai MBBS. And now we are showing another film today, which is Veer Zara. This also coincides with the 100th anniversary of Bollywood filmmaking because Bollywood started making films almost 100 years ago. And so this film, Veer Zara, is another such movie which we are showing. We hope that through such activities, there will be more awareness about India in Lebanon. يعني عن جد لازم تحضروا تجمعوا افلام هنديه قد ما بتقدروا فعلا يعني ماي نيم از خان كان بيحكي كثير باللغه الانجليزيه انعمل بال 2010 وفي افلام كثير شاركت بكان بالبالم دور بجوائز الجولدن جلوب وبالاكاديمي اووردز اذا بخفي اذا بكفي ما بخلص لانه فعلا بينعمل حوالي 1000 فيلم ببوليوود يعني تخيلوا الانتاجات الضخمه رح احكي معك طارق بالتحديد عن جيك اكسبريس خلينا نعرف جيك اكسبريس ونفرج المشاهدين هالمحل الرائع اللي عن جد انا كثير استمتعت فيه ولادي كمان انغرموا فيه خلينا نشوف مشاهد من جيك اكسبريس كمان اللي عملته مؤخرا وكمان بنرجع بنحكي معك حننطر المشاهدين ليتعرفوا على شخصيتك اكثر Thank you.
خالد نحفاوي مخرجنا عم بغيب عن الوعي جوا لانه هو غرام السوبر هيروز وعم بيقول ليه ما في سوبرمان لدي سي كوميكس هلا هالمره المعرض لمارفل وان شاء الله بعدين بيكون في كمان معرض ثاني عم بيوعدنا طارق وكمان لهاري بوتر ولا ستار تراك وغيرها. طارق لما واحد بيقرر او ببلش يحس حاله انه هو جيك ببلش بجمعهم، قديش اخذك وقت لجمعت هالكولكتبلز هالافلام الحلوه الرائعه وكمان جبتهم من اوكشنز وكيف واحد له قلب يبيعهم؟ بعرف مع كل قطعه عم بتبيع قطعه من قلبك. هلا اول شيء خيرت الواحد هدول الشغلات سبونتينيس اللي بيصير واحد يجمعهم، يعني ما بيقرر انه بدي بلش جمع اليوم او بكره. انا من انا وصغير كل شيء كوميكس خاصه المارفل كوميكس يعني سبايدر مان والاكس مان هول كنت هو الكاركترز كنت كتير دائما اجمع كل الكوميكس راهون انبسط فيهم. ريسنتلي بلشت اي كيم اكروس من هيك من باوكشن سكالبتشر وحده من هو الستاتيوز اشتريتها ولما تشتريها بتشيك بتشوف فيها قدامك وتشوف قد ايه حلوه الديتيل تبعها كيف معموله بتصير شوي شوي الواحد بيجمعهم. هيدي تقريبا مشي 3 سنين شوي شوي بلشت جمع وبلشت جمع اشياء شوي احطهم مكتبي شوي احطهم بكورنر معين بالبيت اكيد ما بيروحوا على البيت. وبعدين لقيت انه ما بقى في محل ستحطهم اون ذا سايد. كنت بوقتها ثاقبت هلا عملت جيك اكسبرس الفكره كان انه يكون عندك سبيس اللي بيتغير كل الوقت وبيعرض كل الاليمنتس اوف بوب كلتشر والتكنولوجي اند سو اون. قلت لحالي خليني اعمل مثل ان اكزيبيشن لحطهم حتى انا بلش اشوفهم. هلا لما تبيعيهم بدك تبلشي تفكري انه عم تعملي هالاكزيبيشن وعم تعملي عندك هالسبيس الريتيل ما معقول كون عم تحطي كل شيء بهالسبيس وما يكون في بس بدي اشتريه بدي يكون حدا عنده هوايتك ولا عم يجي عالم كل العالم عم تكون ما هو هلا عم يجي كثير عالم ايه. في عندك كل انواع في اشياء كثير سبيشلايز مثل هول سكالبتشرز في كوميكس عادي اللي هن بيشتريهم واحد بس لاقراهم وفي اشياء يعني اليمنتس اصغر في عالم اشياء تقيلة يعني ايه. الكروم ولا واشياء سيلفر واشياء هيك يعني فعلا يعني قطع كبيره وقطع قطع يعني صعب واحد يلاقيها لانه كلهم هو اللي سولد اوت يعني بتشتريهم باوكشن ما بتشتريهم بريتيل ستور معين. ومن الستينات يعني ان كان البوسترز والكوميكس وان كان الكولكتبلز مزبوط كلهم في عندك من الستينات في عندك اشياء كثير قدام في عندك اشياء سبيشال اديشنز مثلا هلا لما بيطلع اخر اديشن من سبايدر مان عندنا مثلا كوميك كوبيز منهم هدول مثلا ما بقى يلتقوا وفي اشياء اللي هن كمان يعني سبيشلايزد مثلا اديشن معينه من كوميك كله مجسمات ولا بنشوف شيء ثاني؟ لا في مجسمات في كوميكس يعني الكتب هيدا في بوسترز في يعني مثل ارت ورك وبس بفرايتي وفي محل حتى واحد كمان يقدر يحضر كمان افلام 3 دي كمان مع عوينات 3 دي كمان كنت مخصص له مثل ورك شوب كمان بقلبه مزبوط عملنا لحتى نقدر لانه نحن جيك اكسبرس يعني هو معمول لاودينس كثير واسعه من الاولاد لاولدر ايجز عملنا كل الانواع عملنا اشياء 3 دي للفيوينج للموفيز عملنا مثل كروما لواحد يقدر يتصور حد الكاركتر اللي بيحبه وكذا شغله حتى نقدر يعني تو ابيل لكل التارجتس تبعونا وهو جيك اكسبرس لحتى نقول بالضبط للعالم هو موجود ببشار الخوري بتطلعت بشارع الخوري دغري اول مفرع على اليمين اول محل على اليمين مزبوط هي ايه؟ المنطقه هلا صار اسمها البيروت ديجيتال ديستريكت ايه؟ نحن هي معموله هلا كانت ديفلوبمنت كبير لكل الشركات بيشتغلوا بالدومين الديجيتال ونحن اخذنا هذا ريتيل ستور كان اول ريتيل ستور بهالاريا ولامتى باقي معرض المعرض باقي لبعد بفتكر اسبوع وهلا عم نشوف اذا بدنا نشوف اذا يمكن نمدده شوي زياده او نبلش نزيد عليه يعني نخلي شقفه من الاكزيبيشن كبيرمننت ونصير نزيد اشياء ثانيه منها دي سي كوميكس او اشياء او اذر كاركترز وامتى بعدين كمان عندنا ستار تراك وعندنا هاري بوتر بدك تبلش تجمعهم بالاوكشنز برا؟ هلا في اشياء مجمعه في اشياء عندنا اياها في اشياء عم بشوف بعدي عم جرب حط بروجرام لان اخرتها البروجرام حتى يكون مكتمل بدك تكوني عندك الاليمنتس مضبوطين صحيح بقى عم ندرسها مضبوط بدها تكون بس ستار تراك بدها تكون ستار تراك ستار وورز بدنا نشوف كيف بدنا نعمل الكولكشن هدول عم نشوفهم بس بدنا البروميس انه تضلها مكمله هلا في ما يطلبوه الزبائن يعني اكيد خاصه كمان يطلبوه الزبائن صحيح خاصه كمان هلا مع الارض يعني هلا بدايه شهر كمان جون نازل كمان مان اوف ستيل كمان سوبرمان وستار تراك هلا موجود بالصالات اللبنانيه نحن اكيد بدنا نشكر كثير وجودك طارق انا بالنسبه لي فيني احكي بعد ساعات والساعات انا وياك شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك وكمان عم يمرق امامنا
مكان، كمان الفيسبوك لاجيك اكسبرس، وكل اللي حابين يتعرفوا عليه اكثر. بالتوفيق طارق لك للمشروع الحلو للفريد من نوعه. ثانك يو لك غدا. شكرا جزيلا. لكن المشاهدين مكملين على مصباح، ضيفي رح بيكون طبعا دكتور منير دومت بعد هالوقفه، عميد كليه طب الاسنان، الحديث حول المؤتمر العلمي 13 لكليه طب الاسنان بالجامعه اللبنانيه. خليكم معنا.